بعد رفض مجلس نواب الشعب مقترحاتها التعديلية اللي سبق وتقدمت بها فيما يخص الفصل 32. جدت تنسيقية الهيكل الطبية التونسية رفضها ووضع المعرف الجبائي على الوصفة الطبية كما ورد في قانون المالية لسنة 2017. عقدت تنسيقية الهياكل الطبية التونسية اليوم ندوة صحفية عبرت فيها على رفضها القاطع للتنصيص على المعرف الجبائي على الوصفات الطبية، ورغم تقدم تنسيقية الهياكل الطبية بجملة من التعديلات المقترحة لتنقيح الفصل 32 من مشروع قانون المالية إلا أنه وقع رفضها من قبل مجلس الشعب وفق تعبير الناطق الرسمي للتنسيقية. معناش نص نتاع مشروع قانون المالية اللي تعدل الجلسة العامة، ولكن التسريبات اللي وصلتنا أنه لم تأخذ بعين الاعتبار المطلب اليتيم والوحيد اللي قمنا به اللي هو رفض التنصيص على المعرف الجبائي على الوصفات الطبية. احنا موافقين على الخصم من المورد بالنسبة للأرحاب الأطباء اللي باش تقوم به المساحات. نحب نذكر هنا أنه إجراء غير قانوني ولكن وافقنا عليه. من جهة أخرى تقدم الأطباء بجملة من الاقتراحات قدموها للجنة المالية، ومن أهمها التنصيص على المعرف الجبائي في أوراق استرجاع المصاريف، بالإضافة لقبولهم الترفيع في الجباية لسنة 2017. اقتراحنا هو التنصيص على المعرف الجبائي على كل الوثائق المحاسباتية ووثائق الخلاص أتعب الأطباء، ولا نقبل بتنصيص عليها في على الوصفة الطبية. وإحنا قدمنا الاقتراحات هذه وتصورنا وان لقينا التجاوب من لجنه الماليه مجلس النواب الشعب من وزاره الماليه، الا ان ما سرب الينا من النسخه النهائيه من قانون الماليه وقع الابقاء على الفصل 32 على حاله. هذا ودعا تنسيقية الهياكل الطبية التونسية الأطباء للاستعداد للدفاع عن مطالبهم بكل الوسائل القانونية في صورة عدم الاستجابة لاقتراحاتهم.